There is one عبارة ممكن سمعتوها في حلقة سلفي when سارة تقول لأبوها she says that it's been real. إيش معناها بالعامية؟ لازم تفكرين بالبزنس يا ماما. It's been real, Dad. But I'm gonna go. So. إذا قلت لك it's been real قصدي يعني كانت تجربة غريبة أو سيئة. فزي ما تشوفوا it's تحية الوداع, it's a farewell greeting. But اللي يقولها is usually طفشان, يعني they're annoyed at the person because it was a bad experience. ليش قالت سارة it's been real? Because she realizes that يعني أبوها هو خدعها into going to Saudi بس عشان تشوف جدتها. On top of all that, يقول لها لازم تنسين مايك in this موضوع الحب والغرام. Sarah doesn't like that, so she says it's been real. Goodbye. شوفي انت سواء قبلتي الصفقة أو رفضتيها روح الأمريكية ما في. طيب أنا ألغيت تصريح السفر حقك من الجوازات. You what? Yes, I did.